30 كما ترون الآن يتم إجراء العمليات الجراحية في كرادور غرف العمليات، لأن جميع غرف العمليات ممتلئة. الساعة 7 صباحا استقبلنا موجة عدد عالي من عدد كبير من الجرحى، مما يحتاجون إلى تدخل جراحي فورا، وتم تجهيز غرفتين عمليات خارج غرف العمليات، بالإضافة إلى الأربع غرف عمليات المشغولة. وتم التعامل مع هذه الحالات من الطاقم الذي كان منورا ومنهك ومتعب، لكن الحالات التي تستدعي لتدخل جراحي عاجز تم التعامل معها وإنشاء غرفتين عمليات خارج غرف العمليات العادية. أي حاجة يمشي فيها حاله تقريبا ساعة بساعة، لأنه إحنا ما بنتوقع إمتى حتجينا إلى الإصابات. نتعرض لأكثر من مرة إنه نفتح غرف عمليات خارجية، حتى في قسم الاستقبال أحيانا نفتح غرف عمليات نظرا لوجود العدد المحدود في غرف العمليات في المستشفى الأندونيسي. المستشفى الأندونيسي مش مستشفى كبير، لكن مستشفى حدودي ويقع على نقاط الدوائر المجابهة، ويصلنا عدد كبير من الحالات. عدد كبير من الحالات تصل لهذا المستشفى، المركز الوحيد في الشمال الموجود.